مع فاطمة كراي. مجزرة صهيونية في رفح بضوء أخضر من الرئيس الأمريكي. العالم البارح كان ترجعوا للأخبار، البارح ما بين السبعة متاع العشية بتوقيت تونس للثمانية، كان العالم الكل مشرئب أعناقه وأذانه مشنفة من أجل أن يعلم ماذا دار في الحوار التليفوني ما بين بايدن الرئيس الأمريكي وما بين رئيس الوزراء الكيان الصهيوني نتنياهو. بدأت الفضائيات وبدأ الإعلام وبدأت الجرائد الإلكترونية وغيرها يحكيوا ويحللوا، هاو باش يقولوا آقف ما تدخلش الرفح، لأنه رفح هذه تعملت والهجوم عليها تقرر في مجلس وزراء علني في الكيان الصهيوني، وشي يقول راهو باش يوقفوا عند حده لأنه كانت فما قضية بيناتهم ومتعاركين ومتنابزين، وكل واحد زيد الماء زيد الدقيق. ولكن الحقيقة رشحت بعد قليل من هذه المكالمة، حيث أصدر البيت الأبيض كلمة ليست ككل الكلمات، كلمة فيها ضربة لفلسطين مرة أخرى، يأذن بمجزرة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في رفح. وقالوا حسب البيان الأمريكي، ما حد كذب عليهم، قال إني في المكالمة حاولت إقناع نتنياهو أنه هو يستعمل الحرب هذه وفق القياس للقانون الدولي، يعني ما تخرجش على القانون الدولي، يعني ما تمشي تسطر القانون الدولي كيف اللي هو الكيان الصهيوني ولا نتنياهو التزم مرة من المرات بالقانون الدولي. من جهة أخرى تخرج القناة 12 والقناة 13 الصهيونية لتقول وتبوح بأن المكالمة كان فحواها أن نتنياهو طمأن بين ظفرين نظيره الأمريكي الرئيس الأمريكي بايدن وقال له سنقوم بهذا الهجوم وهذه الحرب حسب القوانين الدولية وسوف نترك ممرا آمنا بين ظفرين، طبعا ممرا آمنا للمدنيين الفلسطينيين. وكلم الجماعة متاعه وقال لهم نتنياهو إن هذه الحرب في رفح سوف تجعلنا ننتصر انتصارا باهرا وسوف نعيد الرهائن. الحد هنا الصورة واضحة، الكيان الصهيوني اليوم ياخذ في الضوء الأخضر اللي محتاج له طبعا من الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة من هذا الرئيس. وانت كيف بتجي تحاسب على الميدان اليوم المجازر اللي بدات واللي هي مجازر متعددة والتي أصابت الأطفال والنساء والعزل، اليوم تلقاهم في رفح في ظل المجزرة ولكن لا أحد باستطاعته أن يتكلم. العالم كله كومبليس، العالم كله منخرط في هذه الحرب على غزة، وقرر هذا العالم أن لا تنجح المقاومة ولا تستمر، وهم حتى وإن كلفهم ذلك الخروج عن القانون الدولي اللي هما سطروه. الولايات المتحدة الأمريكية تفعل الآن مع الكيان الصهيوني وتدفعه دفعا إلى هذه المجزرة مثل ما فعلت في العراق وعلى عينك يا تاجر أمام الجميع. ولكن شكون اليوم اللي نجم ويقدر يتكلم على مجلس الأمن؟ وعندنا الجزائر في مجلس الأمن، وعندنا زادة مجموعة عدم الانحياز ومجموعة 77 وكل المجموعات اللي هي ممكن أنها تنتفض الآن. اليوم نسمع كذبة من عند وتحويل وجهة من عند الرئيس الأمريكي، أحاول أن أقنع السيسي والقاهرة بأن يفتح معبر رفح. تعرفوا شنو معناها هذايا؟ مش معناها افتحوه إنسانيا لأنه باش ينجموا يخرجوا ولا تدخل المأكولات ولا تدخل، لا لا لا، هما يحبوا يحلوا معبر في رفح باش يطبقوا هيك الخطة متاعهم الإجرامية في نقل والترانسفير متاع الشعب الفلسطيني من رفح اللي هما موجودين فيها مليون مليون وشوية باش يهزوهم إلى حيث يريدون، وهي الأراضي المصرية في الجنوب.
إذن اليوم فما مؤامرة ومجزرة وضوء أخضر لجريمة العصر مرة أخرى، وسوف ترون في الكاميرات كيف تزهق الأرواح. ورأيتم التوابيت منذ الفجر اليوم ومنذ آخر الليل كيف أصغار وكبار ومتوسطين وغيرهم في دمهم غارقين. ولكن اليوم نقولوا اللي العالم هذا يكفي، ويلزمنا نخرج اليوم نطبطبوا في الشوارع والناديو ونرفعوا شعارات، لأنه شوارع لندرا وشوارع أمريكا وشوارع السويد وكل البلدان الغربية ما هيش أقل منا شأنا. واليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي المجرم الأول، وهي التي تقوم بما تقوم به بنضوء أخضر مثل ما فعلت في العراق، ربما سيكون 10 مرات أضعاف ما فعلته في العراق بأطفال فلسطين ورفح بالتحديد. فهل هناك نخوة اليوم إنسانية وعربية وإسلامية لإنقاذ ما يمكن إنقاذ؟ مع فاطمة كرار.